وللحديث عن الموضوع بتفصيل أكثر ينضم إلينا المحلل السياسي صفوان جمو عبر السكايب من مدينة غازيانتاب التركية. بداية سيد صفوان، لو بدأنا من حيث انتهى التقرير مع تصريح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية أن السيطرة على ريف دمشق دخل مرحلته الأخيرة، هل ما زالت الهدنة قائمة برأيك بعد هذا التصريح؟ السلام عليكم، شكرا استاذي على الاستضافة. سيدي الكريم، موضوع ريف دمشق او موضوع الهدنة يكشف ان هذه الهدنة فاسدة، والهدنة لحماية الاسد ولضرب الثورة وابقاء النظام، وتؤكد هذه الخروقات في كثير من المناطق التي قصفت والذريعة جاهزة دائما مكافحة الارهاب وقتل الارهابيين. هذه الهدنة الظالمة والتوقيع عليها كان جريمة وخطأ كبيرا. وقعت الهدنة في 29/12 من العام الماضي 2016، لم يتوقف القتل ليوم واحد في سوريا. دائما كانوا يقولون نحن نقاتل الإرهابيين. وادي بردة أستاذي الكريم لا يوجد فيه إلا أهل الوادي وأهل هذه المنطقة، ولا يوجد فيه أي فصيل حسب التصنيف أو حسب تصنيفهم أنه فصيل إرهابي. روسيا لا يمكن أن تكون راعية للهدنة، لأنها مارست أبشع أنواع الإجرام على المدارس والمشافي والأفران، قتلت الناس في بيوتها. إن من خرق الهدنة من وقع عليها ولا يصح الالتزام بها. نعم سيد صفوان، ما الخيارات المتاحة لدى الثوار والمعارضة في حال استمر هذا الخرق للاتفاق من قبل النظام وحلفائه؟ أستاذي الكريم، يعني الخيار الوحيد الذي أرى رفض الهدنة واستدراك الخطأ والوحدة تحت مشروع يرضي رب العالمين أولا ويجمع السوريين خلفه، وليس التوحد خلف مشاريع وأجندات غربية أمريكية أو روسية أو إقليمية عربية أو من دول الإقليم ومن دول الجوار. التوحد على مشروع لجمع الناس ولو لم يرضى عنه الغرب والإقليم. نعم، كيف تفسر ما نعود إلى تصريحات رئيس هيئة الأركان عن انتهاء السيطرة على ريف العاصمة وفتح طريق حلب دمشق، كيف تقرأ هذه التصريحات؟ أستاذي الكريم، يدرك الروس أنه من يحافظ على العاصمة يحافظ على سوريا. هدف روسيا تأمين دمشق، لأنه إن استطاع النظام لا قدر الله أن يؤمن العاصمة يصبح في مأمن، ويمكن بعدها أن يتسلى بالثوار ويتسلى فينا جزءا جزءا ويفرض شروطه. إن تأمين العاصمة يعني أن النظام ثبت وأن الثورة انتهت، والباقي تفاصيل، الباقي يبقى وزارات، يبقى عفو، يبقى تفاصيل صغيرة، يعني لا تقدم ولا تؤخر. نعم صفوان جمو عبر السكايب كنت معنا من مدينة غازيانتاب التركية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.